السيسي يفتتح النسخة الأولى لملتقى الشباب العربي والإفريقي، واليوم بدء ورش العمل وجلسات الحوار. رئيسة وزراء نيوزيلندا تقول إن منفذ هجوم المسجدين راسل الحكومة قبل الحادثة بدقائق. ماي تحذر مجلس العموم البريطاني من استمرار تأجيل البريكزيت. السابعة صباحا الخامسة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح ملتقى الشباب العربي والإفريقي في نسخته الأولى، وفي كلمة له خلال الاحتفالية بمناسبة تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، أكد السيسي أن مصر تولي اهتماما كبيرا للشباب من خلال مؤتمرات الشباب الوطنية والتي تطورت لتخلق منصات من التواصل بين شباب العالم، والذي يمثل ملتقى الشباب العربي والإفريقي أحدث نماذجها. كما أدان السيسي الحادثة الإرهابية والذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا، مؤكدا رفض أي عمل إرهابي ضد الإنسانية. إلى ذلك تبدأ اليوم ورش عمل وجلسات ملتقى الشباب العربي والإفريقي، حيث ستعقد الجلسة الافتتاحية تحت عنوان منتدى شباب العالم أفاق جديدة، وسيشهد الملتقى جلسة نقاشية بعنوان مستقبل البحث العلمي وخدمات الرعاية الصحية، إضافة إلى مائدة مستديرة بعنوان وديني الممر التكامل الإفريقي والعربي، وجلسة نقاشية أخرى بعنوان أثر التكنولوجيا المائية والابتكار على إفريقيا والمنطقة العربية، وكذلك ورشتي عمل حول ريادة الأعمال، قبل أن تختتم الفعالية بورشة عمل حول تنفيذ أجندة الشباب والأمن والسلم في منطقة الساحل. كشفت رئيسة وزراء نيوزيلندا عن تفاصيل جديدة بشأن المجزرة الإرهابية والتي استهدفت المصلين في مسجدين في البلاد، وقالت في مؤتمر صحفي أن حكومتها تلقت بيانا من الإرهابي قبل تنفيذ الحادثة بتسع دقائق، وأشارت إلى أن المساجد في نيوزيلندا ستظل مفتوحة أمام المصلين تحت إجراءات أمنية مشددة، وذلك لحين انتهاء التحقيقات مع منفذ العملية، مشيرة إلى أن بلادها لن تسلم القاتل إلى أستراليا. حذرت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي أعضاء مجلس العموم من التأجيل الطويل لعملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، وقالت في مقالة نشرت بصحيفة ساندي تيليغراف إن التفاوض على اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي سيعني تمديد عملية الخروج لفترة أطول، وهو ما سيلزم المملكة المتحدة بالمشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو المقبل، مضيفة أن ذهاب الشعب البريطاني إلى مراكز الاقتراع بعد 3 سنوات من التصويت لصالح انفصال عن أوروبا هي خطوة غير مرغوبة. قال مسؤول في وكالة محلية لمكافحة الكوارث في إندونيسيا إن سيولاً في إقليم بابوا في أقصى شرق البلاد قتلت 42 شخصاً على الأقل وأصابت 21 بإصابات بالغة. وبحسب رويترز فإن المسؤول المحلي أكد أن الإقليم تعرض لأمطار غزيرة منذ أمس تسببت في السيول، مشيراً إلى أن قوات الإنقاذ تواصل عملها من أجل إنقاذ السكان والبحث عن المفقودين. انتهى الموجز الإخباري. لمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري xnews.tv. إلى اللقاء.